ضربة أخرى يتلقاها الجيش الوطني وحصيلة ثقيلة في صفوف أفراده تتجاوز 100 فرد مرشحة للتصاعد. من القاتل ومن يتحمل مسؤولية ما يحدث؟ وباستثناء التعازي، ما الذي فعله مسؤولو الشرعية وقيادة الجيش تجاه هذه المجزرة وما سبقها؟ أهلا بكم. في حين يبدو الجميع مصدوما ومتسائلا، كيف أصبح الجيش الذي يفترض به تحرير البلاد من الميليشيا هدفا سهلا لهذه الميليشيا وداعميها؟ لا يزال الفاعل مجهولا حتى هذه اللحظة، خصوصا في ظل عدم تبني ميليشيا الحوثي للعملية، وهي التي تسارع عادة لتبني مثل هذه العمليات. فيما مضى كانت ميليشيا الحوثي هي صاحبة المصلحة الأولى من استهداف الجيش الوطني، إلا أن تكاثر خصوم الشرعية وتزايد الضربات التي تنفذها مقاتلات التحالف على وحدات الجيش يجعل الباب مفتوحا على أكثر من طرف يمكن أن يكون وراء العملية. وفي حين اختارت وزارة الدفاع اليمنية تحميل مسؤولية العملية ميليشيا الحوثي، فإن طبيعة الهدف هو تجمع تدريبي لقوات الحماية الرئاسية، جعل كثيرا من المراقبين يشيرون بأصابع الاتهام إلى الإمارات أولا، بانتظار انتهاء تحقيقات لن تأتي بنتيجة كما جرت عليه العادة. وبعيدا عن الطرف المنفذ للعملية، فإن غضب الشارع ذهب باتجاه قيادة جيش الشرعية التي يحملها البعض المسؤولية الأولى عن هذه الحادثة والحوادث السابقة، لأن إهمالها وانعدام مسؤوليتها تجاه أفراد جيشها يضعها في موقع المتآمر أو المتواطئ على أقل تقدير. توقف الجيش الوطني عن التقدم نحو أهدافه، فأصبحت وحداته هدفا مفتوحا لخصومه ومرما سهلا لصواريخهم. 80 قتيلا و30 جريحا من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية، حصيلة غير نهائية لهجوم مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة حسب ما أعلن. استهدف هذا الهجوم معسكرا للتدريب شمال مأرب. مصادر عسكرية رجحت أن الصاروخ أطلق من معسكر العرقوب التابع لميليشيا الحوثي في خولان، مضيفة أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الهجوم، إلا أن تعقيدات الظروف القائمة وتشابك المصالح بين خصوم الشرعية بالإضافة لصمت الميليشيا وعدم تبنيها للحادثة يزيد من غموض الجهة المنفذة للهجوم. ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تجمع للجنود في مدينة مأرب، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، في ظل ترك المعسكرات مكشوفة دون غطاء أو حماية أمام أعداء وأطراف كثر لهم مصلحة في ضرب الجيش الوطني. خلال العامين الأخيرين من الحرب فقد الجيش الوطني الكثير من حضوره على الساحة العسكرية، إذ تم إيقاف تقدمه في الجبهات وأنهكت معنويات أفراده، إما بإصدار الأوامر بالتراجع وعدم التقدم أبعد من الخطوط المرسومة لهم مسبقا من قبل التحالف، أو قطع مرتباتهم لأشهر، ليتسرب الكثير من أفراد الجيش باتجاه جبهات الحدود. هجمات متكررة وموجعة حصدت المئات من منتسبي الجيش الوطني، ليقترب عدد ضحاياها من عدد ضحايا المواجهات على خطوط النار مع ميليشيا الحوثي. ومع ذلك لا تزال قيادة الجيش غير قادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية أفرادها، وكأن هذه ليست مسؤوليتها، ليضاف كل هذا إلى سلسلة طويلة من الفشل الذي تتخبط به سلطة توشك على الاندثار. إذن مشاهدينا الكرام، في بادئ هذه الحلقة أعزي الجيش الوطني وجميع أفراد الشعب اليمني، وأعزي أنفسنا بداية في هذه الحادثة المروعة. وفي هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الإعلامي عبد الله الحرازي من هولندا، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليكم، وخالص التعازي لكم وللشعب اليمني كافة ولأفراد الجيش اليمني الجيش الوطني اليمني بهذه الكارثة التي حصدت ما يزيد عن 100 فرد من أعز وأنبل شباب اليمن، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين نجوا حتى الآن من هذه المجزرة، ولا ندري إذا كانوا سينجوا من الإهمال الذي يعانونه في الخدمات الطبية الناقصة والعجزة التي تلقفتهم حتى هذه اللحظة.
صحيح أستاذ عبد الله، شيء مؤلم حقيقة أن نتحدث عن قرابة 100 جندي وضابط سقطوا جراء هذه المجزرة المروعة. أود أن أسمع تعليقك على ما حدث أستاذ عبد الله. حقيقة لقد طرحتم كل ما يمكن قوله في المقدمة وفي التقرير الضافي الذي استمعنا إليه عبر قناة قرقيس، لكن لا يسعنا أن نعلق شيء سوى بسؤال إلى متى. هذا هو تقريبا الاستهداف السادس الذي يتعرض له الجيش الوطني في مأرب خلال يعني العامين الأخيرين، من جهات عدة، ليس الحوثي إلا أحد هذه الأطراف. هناك أيضا أطراف أخرى تتوعد علانية باستهداف تشكيلات الجيش اليمني في مأرب أو في شبوة وفي غيرهما. لكن هناك عدة تساؤلات تطرح: إلى متى يستمر هذا العبث بأرواح الناس؟ إلى متى يستمر العبث في إطلاق معارك؟ كما سمعنا هناك تحركات سبقت الاستهداف في جبهتنا، وللأمانة ويعني تلقينا تلك الأنباء ببرود شديد نظرا لتكرارها والخلوص إلى لا شيء من تلك التحركات في السابق. لكن يبدو أن كان هناك تحركات كما تحدث متحدث الجيش وكما يعني قالت البيانات التي صدرت صباح أمس من قبل الجيش الوطني بأن هنالك تحركات وهجوم قاده الجيش الوطني في جبهة نه صباح الجمعة. نفاجأ بمساء الجمعة بهذه الكارثة، ما يعني أن هنالك عشوائية في التحرك. إذا كان هنالك بالفعل تحريك ورغبة وقرار في تحريك الجبهات كان يجب أيضا الاستعداد. نحن كمدنيين نعتقد أن من بديهيات الأمور، وليس لدينا أي خبرة عسكرية، أن قرارات الحرب وقرارات المواجهة هي منظومة متكاملة تبدأ أولا باتخاذ أو بتحديد مناطق الهجوم، ثم بالاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية، بالتوقع ردات الفعل والاستعداد لها، برفع جاهزية الجيش بجميع مكوناته سواء القتالية أو اللوجستية أو الاستخباراتية، أو حتى يعني عملية متكاملة، منظومة كاملة. يفترض أن الأمور تجري بهذا الشكل. أكرر أننا لسنا عسكريين، وليست أنا شخصيا لدي أي خبرة عسكرية، لكن هكذا نفترض الأمور. لأن تقوم يعني معركة دون الاستعداد لردات الفعل. هذا إذا ما أخذنا كل ما صرح به متحدث الجيش وما يعني تم تداوله عبر وسائل الإعلام من قبل مسؤولين في الجيش، وكذلك البيانات التي أصدرها الجيش الوطني. هذا الجيش الذي نعول عليه كثيرا ونتمنى له كل التوفيق والسلامة. نعرف أن مهمة الرجال صعبة وأنه لا بد من التضحية، لكن التضحية يجب أن تكون مدروسة وأن تكون يعني في أدنى حد لها. ما من يموتون للأسف الشديد في ثكناتهم دون قتال أضعاف من يموتون في الجبهات كما تفضلتم في التقرير. إلى متى إهدار هذه الأرواح؟ إلى متى لا يتحمل أحد مسؤوليته في الجيش الوطني؟ إلى متى لا نسمع عن أي لجان تحقيق تخلص إلى نتائج تفضي إلى تحميل المسؤولية إلى فلان أو علان من قادة هذا الجيش المتناحمين؟ وأنا أتحدث عن القيادات العليا التي ترفل في نعمة ليس عليها مزيد، يعني أبنائهم بسيارات البنتلي والمرسيدس البورش، ونحن نتابعهم ونراهم على شبكات السوشيال ميديا من الرياض ومن غيرها. نعم أستاذ عبد الله، للأسف الشديد هذه هي المرة السادسة، وهذا هو ما أثار حنك وغضب الشارع في اليمن. نعم أستاذ عبد الله، اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الملازم أول جواد الغفوري، وهو أحد ضباط الجيش الوطني وشاهد عيان لما أو للأحداث المؤلمة عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير سيادة الضابط، وعظم الله أجركم بداية لرحيل العديد من زملائك وجرح العديد أيضا مصاب جلل أصبتم به. الحمد لله على كل حال. مساء الأنوار، الرحمة والخلود على شهدائنا العظماء والشفاء للجرحى الأبطال
واللعنة لعدونا الحوثي الظاهر والخزي والعار لعدونا المتكثر بقناع الصديق. يا عزيزي، ما يحصل للجيش اليمني وما حصل من قبل هي إزادة لجيش شرعي ونظامي تحت سقف اليمن الاتحادي. ما يحصل من كلام ان الحوثي لم يتبنى هذه العمليه. الحوثي الان لم يتبنى العمليه، والسماء والارض والجبال وكل شيء مستباح منذ ان جاء الحوثي، لكن نحن نريد ان نسائل التحالف ونحاسبه. ما هو تفسيرك لعدم تبني الحوثي لهذه العمليه؟ الذي يتحكم بالجو. ما هو تفسيرك لعدم تبني الحوثي؟ يتحكم بالجو الحوثي لم يتبنى العمليه هذه، عمليه قتل ما يقارب استشهاد ما يقارب 120 111 الى الان. نعم. الحوثي لم يتبنى، لكن من حقنا ان نسال السعوديه والتحالف، من الذي قتل الجيش اليمني في مارب؟ منظومه الدفاع عزيزتي، منظومه الدفاع الباتريوت منذ ان رحلت الامارات من مارب انتهت تماما، لم تعد تعمل. قبل اشهر وصلت وزاره الدفاع بوجود وزير الدفاع وانا شخصيا موجود وكل قياده الجيش بصاروخ شديد الانفجار شديد الدقه نزل الى غرفه نوم الوزير، وقدر الله ان كان الاجتماع في الغرفه المجاوره محدود الانفجار شديد الدقه، وقتل سواق الوزير الشخصي، وبعدها باسبوعين يضرب العمليات المشتركه ويقتل العميد الشماحي والعميد الصيادي ومجموعه من الافراد. الان نفس الدقه ونفس الصواريخ تقتل ما يقارب 111، يعني يستشهد 111 فرد وضابط من قواتنا من قوات الجيش اليمني، من المسؤول؟ نعم، اذا لما لا تتخذ حتى الان المحاسبة الشرعيه ومحاسبة التعارف؟ عزيزي الحوثي عدو ظاهر وواضح، الى الان لم يتبنى، طيب من الذي فعل؟ من الذي يتحكم بالسماء اليمنيه؟ التحالف. نعم، و يعني للاسف حتى الان لا يوجد يعني كما قلت اي تبني لهذه العمليه من قبل الحوثي، ولا يوجد تبرير معقول من قبل الشرعيه. ولكن دعني اسالك، يعني تحدثت قبل اشهر فعلا تم قصف بصاروخ محدود الانفجار و يعني شديد الدقه، بعده تلاها قصف اخر والان قصف جديد للجيش. كل هذه الاحداث لما لم تجعل قياده الجيش يعني تتخذ احتياطاتها وتدابيرها اللازمه لما يحدث، خصوصا بعد مغادره الباتريوت الاماراتي؟ يحصل يا عزيزتي، والذي يقول انها لا تاخذ تدابيرها غلطان. نحن نداوم بالمعسكرات ومقرات وزاره الدفاع وتاتينا بلاغ عملياتيه، لكن هذا لا يمر للاعلام. طب تاتينا بلاغ عملياتيه بافراغ الدوائر بافراغ الهيئات وننسحب مباشره، لكن هذه العمليه لانها عليها 1000 علامه استفهام. الجيش الذي قتل او استشهد اليوم كان هو تابع للواء الرابع حمايراتيه، وكان خلال يومين سيدخل ضمن اتفاق الرياض سيدخل الى عدن. لماذا قتل هذا الجيش بينما يوجد حوله عده معسكرات ويوجد فيه حشود تسمى معسكرات حج؟ لم يقبل هؤلاء الجيش في اي امس الا هذا الجيش. لماذا هذه القوه التابعه للواء الرابع حمايراتيه والتي جمعت ومزجت كل ابناء اليمن؟ قدرنا يا عزيزتي ان نعيش كابطال وان نموت ابطال وان تتوحد دماء اليمنيين حتى وان ارادوا ان تتشتت. يقتل في قبل اشهر استشهد ابطالنا في عدن من مارب والجو وصنعاء، اليوم يستشهد ابطالنا في مارب من عدن ولحد وأبين وكل المناطق. نعم، يعني في نهاية الأمر نحن لم نعد نعول إلا عليكم على هذا الصدق الواضح في حديثك والقهر الذي نستشعره جميعا، وأنت تتحدث عن ما يحدث وعدم تبرير يعني هذا الإهمال الواضح لهذا الجيش، وتخصيص يعني مجموعة معينة ربما يعني تضع العديد من الأسئلة. لكن دعني أسألك، يعني كيف تعاملت القيادة السياسية والعسكرية مع ما حدث؟ هل بما يعني يساوي هذا أو يعني يعادل هذا الألم أو هذا الحادثة هذه الحادثة؟ القيادة اليمنية الحالية المتواجدة في مارب تلملم شتاتها وتلملم جراحها من شدة الصدمة. حصلت لنا صدمة
الى درجه لا يمكن ان يتخيلها. هذه عمليه اباده للجيش يعني بيكمله. الان الجيش القياده الموجوده في معرفة تحاول لملمت الشتات، لملمت احتضان كل شيء بما يقوم به اللواء القمير الان الموجود حاليا هنا بحكم انه وزير الدفاع موجود خارجيا، يصنع يعني يصنع قدر المستطاع، يذهب الى المستشفيات، زار الجرحى، رفع من معنويات الناس، وبقيه القاده في الجيش اليمني، هذا نستطيع ان نفعله الان، لكن يجب ان 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 يكون المسؤوليه الاولى هو على فخامه الاخ الرئيس وعلى نائبه علي محسن، ماذا يجري؟ ماذا تقدموا انتم للجيش اليمني الشرعي الذي يحافظ عليكم وانتم غير موجودين في البلاد؟ نعم، إذا شكرا جزيلا لك جواد الغفوري الملازم الأول وأحد ضباط الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. استمعت لحديث الملازم جواد الغفوري أستاذ عبد الله، وربما التمست معي الألم الذي يتحدث به والأسئلة المفتوحة الذي وضعها. الحوثي فعلا لم يتبنى العملية حتى الآن، الجو بحماية من كما يفترض، منذ ذهاب الباتريوت الإماراتي لم يتم وضع البديل، خاصة وأنه تم التعرض لأكثر من حادثة بعد ذلك. كما تحدثت، أولا تحية للأخ جواد ولكل إخواننا في الجيش الوطني، وأود أن أقول لهم أننا وكل اليمنيين سندكم وظهركم وأصواتكم التي سترتفع عاليا وستوصل كل تساؤلاتكم وستتساءل عنكم وتألم لألمكم، لأنكم أشرف وأنبل من أنجبته الأرض اليمنية. هذا ابتداء ولا مجال يعني لنقاشه. الأمر الآخر هو كما قلت في بداية حديثي أن الاستهداف للجيش الوطني في مأرب وفي شبوة وفي غيرها من المناطق لم يعد حكرا على الحوثي. الحوثي الآن لم يتبنى العملية لأنه يرى أن من مصلحته أن يظل هذا الإيهام. يعني إذا ربطنا الأمور منطقيا، تحركت الجبهات في اتجاه نهم صباح الجمعة، مساء الجمعة كان هنالك رد ما إلى هنا. قد نفترض أنه الحوثي أو أن الحوثي هو من قام بهذا الإطلاق، ربما الحوثي لم يقم بهذه العملية وقامت بها أيضا جهة أخرى معروفة العداء، ولا زالت دماء اليمنيين جنود اليمن في مداخل عدن في ركاب بن زايد الذي ذهب عبد الرب منصور هادي لمصافحته في الرياض هو وبقية أفراد حكومته بكل استرخاص لدماء اليمنيين. ربما لا تزال هناك مفاوضات بأن الحوثي يتبنى هذه العملية كما تبنى عملية الإيرانيين ضد المنشآت النفطية في السعودية، والمسألة لا زالت قابلة للتفاوض بينهم. يعني هذا أحد الأمور المطروحة، لكن التعويل الكبير هو ممن لديهم أو يفترض أن لديهم كل المعطيات الخفية من هذه التحالفات ومن هذه الاتصالات، من تصل إليهم تقارير الاستخبارات. الأمر كله معول على الجثة الهامدة التي ابتلينا بها المسمى عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر. إلى متى سيظلوا يسترخصون دماء اليمنيين ويبلعون ألسنتهم تجاه كل أعدائهم؟ إلى متى هذا الصمت؟ إلى متى هذا الاسترزاق بدماء اليمنيين؟ كنا ننتظر أن يصفع محمد بن زايد بيد عبد الرب منصور هادي، لكنه طفعنا نحن ودخل إلى تلك قاعة ما يسمى مؤتمر الرياض الذي لم ينفذ منه شيء في شهر الثالث، وهو يعني يشابك يديه مع محمد بن زايد. هذا الاسترخاص الذي يقابل به هذه شعبه يجب أن ينتهي، يجب أن يغادر هذه المشهد، فوجوده هو الحقيقة يعني هو حجر العثرة التي تحول بين هؤلاء الأبطال الذين استمعنا إليهم وبين مراد كل اليمنيين في تحرير أرضهم وإنهاء الانقلابات الميليشياوية شمالا من الحوثي وجنوبا من الانتقالي وسواهم. يا سيدتي العزيزة، ما يحدث لا يكفي أن يستمع الجيش إلى التعازي وإلى برقيات المواساة وإلى زيارات الجرحى ولا إلى
ايضا مخصصات صرح بها رئيس الحكومه وهي لن تصل. انا من الان اقول لكم لن تصل مخصصات معين عبد الملك او عبد سفير الملك بالاحرى على الاطلاق، كله كلام في الهواء وكلام يعني ابراء، لا نقول ابراء الذمه ولكنها يعني للاستهلاك الاعلامي. ما يحدث مهزله كبيره، لكن من يقودنا اليها هي قياده الشرعيه. ليست المهزله ايضا قياده، اما السعوديه والخليج برمته نعرف انهم قرروا ان اليمن ساحه لتصفيه خلافاتهم وساحه خلفيه ل يعني إراقة الدماء ولعب الأتاري بدماء اليمنيين. نعم أستاذ عبد الله، ليست المهزلة أيضا في ردة الفعل أن تكون مجرد يعني بيان للتعزية والمواساة وتحميل طرف دون اتخاذ أي خطوات حقيقية، دون اتخاذ أي تدابير لحماية هذا الجيش حتى على مستوى علاج هؤلاء الجرحى؟ ربما أنت كتبت في صفحتك أنه 40 جريح استشهدوا جراء عدم استيعاب المستشفى الوحيد في مأرب. كل ذلك من إهمال واضح تقوم به الشرعية تجاه الجيش. نعم عشرات. نعم كيف يمكن يعني ان تحدث من البدايه ان مساله الحروب هي نعم الحروب هي منظومه يا سيدتي العزيزه، يجب ان يكون لدينا كل التجهيزات اللازمه لخوض هذه المعركه، والا الاستعداد بما لدينا. يعني يتحدث الان الاخ العزيز الضابط من الجيش الوطني انه يتم استهدافهم استهدافات دقيقه وبأسلحة حديثة، هذه الأسلحة إذا كانت لدى الحوثي فما الذي قام به التحالف لتزويد من يفترض أنه حليفه من الجيش اليمني؟ بالعكس لا شيء، لا تصل حتى رصاص الفنادق بالكاد يصل إلى الناس. هذه السعودية الكاذبة التي تزعم أنها تقود تحالف لتحرير اليمن، هي تقود يعني الجميع، لن نضيع الوقت في شرح مأساتنا معها، لكنها كما تحدث قبل فترة مدير التوجيه المعنوي والسياسي في الجيش اليمني والذي اقيل او اوقف من منصبه، لم تاتم من الجيش اليمني على مدفع ولا على طائره، ناهيك عن طائره او حتى على دبابه او حتى على مصفحه يعني متطوره، ناهيك عن تزود الناس باسلحه ردع حقيقيه مثل الباتريوت وغيرها. الامارات سحبت الباتريوت من عدن، واعلنت السعوديه انها ستقوم بنشر منظومه او هكذا هو الي. انا كنت اتساءل أول ما سمعت هذا الخبر، أين الباتريوت، أين منظومة بطاريات الباتريوت التي قررت السعودية أنها نشرتها في مأرب بعد انسحاب القوات الإماراتية وسحب الإماراتيين لمنظوماتهم جنوبا يعني والاتجاه لتمويل الميليشيات في الجنوب؟ لكن اتضح أننا لا نبيع، أنه يباع لنا الوهم، وأن من يسوق هذا الوهم السعودي لنا دائما هو عبد رب منصور هادي وعلي محسن الأحمر. هذان الاثنان يتحملان كامل المسؤوليه الجنائيه والسياسيه والتاريخيه امام الله والناس والشعب اليمني فيما يحدث لليمنيين. نحن نذبح، اليمنيون يذبحون، وهادي هو من يمددهم، وعلي محسن هو من يكتفهم للتحالف من جهه وللميليشيات من جهه. نعم، اذا اسمح لنا استاذ عبد الله ان ينضم معنا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء الخير والعافيه وتحيه لكم ولضيوف الكرام. اهلا بك استاذ عبد العزيز. في الاستهداف السادس للجيش الوطني تقريبا، نضع سؤال: لما يستمر استهداف الجيش الوطني برايك؟ طبيعي كل القوى المعاديه للحوثي في مرمى، يعني في مرمى صواريخ الحوثي وفي مرمى طائراتها المسيره. أنا سمعت للبعض يحاول يوجه التهمة ناحية الإمارات بشكل أو بآخر، لنفرض جدلا أن الإمارات هي من تستهدف الجيش الوطني. أولا نحن في حالة حرب، أو الاستهداف الأول تم استهداف قاعدة العند بطائرة مسيرة في حالة عرض عسكري، والحوثي لا يبعد عنهم أكثر من 40 كيلو متر أو 50 كيلو متر. الاستهداف الثاني تم استهداف عدن وقتل أبو اليمامة وحوالي 60 مجند تبع الانتقالي هناك، وهم في حالة عرض عسكري كمان.
الاسبوع قبل فتره بسيطه تم استهداف المخا وتم تدمير المخا. نعم، ولكن هناك الكثير من من الاخطاء التي سميت كاخطاء واستهدف فيها الجيش. استاذ عبد العزيز انت انتظري، انا قادم نعم. حتى نضع النقاط على الحروب. نعم تفضل. تم استهداف المخازن في المخا وتجمعات عسكريه ومرت. قبل اسبوعين تم استهداف عرض عسكري في ملعب الصمود في الضالع بصاروخ مجنح، وبحمد الله وتوفيقه كان العرض العسكري قد انتهى، وكان هناك ما يقارب حوالي 10 قتلى. ولو ان الصاروخ انفجر قبل ربع ساعه او نص ساعه كان قتل اكثر من 40 50. الاسبوع الماضي تم استهداف معسكر الصدرين بصاروخ مجنح ايضا، واستهدفوا دوره تدريبيه داخل المعسكر، وبحمد الله وتوفيقه ان الطابور قد انتهى، طابور التدريب هذا قد انتهى، ولم يقتل اكثر من 12 شخص وحوالي 20 جريح. قبل كذا تم استهداف مأرب حوالي مرتين. الحقيقه ان الحوثي يضرب حيث يشاء، متى يشاء وكيف يشاء. ليست الامارات من قصفت، انا راجعت الصور، راجعت الفيديوهات. هذا صاروخ بالستي، ليس صاروخ مجنح، لان الصاروخ المجنح الاثر التدميري له اقل. الصاروخ هذا بالستي متوسط العبوه للراس المتفجر، قصير المدى، ربما اطلق من خولان او من صنعاء او من مناطق في الجو. العيب الان انا ذكرت، سمعت احد الاخوه الجنود قبل فتره او احد الضباط قبل المتحدث الذي قبلي يقول ان احنا جاهزين وكذا. احنا في حاله حرب، وفي حالة الحرب لا توجد، لا في حالة الحرب في أي مكان في العالم لا تقام العروض العسكرية، ولا يتم تجميع الأفراد، ولا تقام العروض العسكرية، ولا يتم التجمع للصلاة. المرة الأولى استهدفهم الحوثي في جامع معسكر كوفل وقتل مجموعة وهم يصلوا الجمعة، وأمس استهدف المسجد والتجمع. يفترض أن المعسكر خالي من الأفراد ومنتشرين خارج المعسكر. طيب هذه الأبجديات أستاذ عبد العزيز هل تغيب عن القيادة العسكرية؟ يعني هل يعقل أن يفهمها الناس والخبراء العسكريون وتحدثوا بها مرارا وتكرارا ولا تعيها القيادة العسكرية التي هي تعمل في الميدان؟ هنا آتي لهذا الموضوع. لا هذه من البديهيات وليست من العلوم العسكرية، من بديهيات الحرب. عدم التجمع، تجمع الافراد. هؤلاء اللي يفترض انها الامارات التي قصفت، نفترض انها اسرائيل او امريكا. نحن في حاله حرب، بلاش الرومانسيه. الافراد يجب ان يكونوا منتشرين على عبر المعسكرات، يفترض ان تكون خاليه. القول لماذا لم يعترضها البتريوت، او لماذا الانفعال حق الاخوان الذي منفعلين قبل شويه يقول البتريوت وما الى ذلك. السعوديه لم تستطع ان تحمي ارضها من البتريوت، قصفت بوبيك وقصفت اباها، فتحميل الجانب السعودي او الجانب الاماراتي امر خاطئ جدا. البديهيات الاولى الغاء العروض العسكريه، ما فيش عروض في حاله الحروب. اذا دعني انقل هذه الفكره استاذ عبد العزيز لضيفي عبر سكايب الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، يجد الاستاذ عبد العزيز اننا عاده ما نحمل مثل هذه الاخطاء الجانب اخر، السعوديه او الامارات وغيره، وهو عمليا اخطاء تقوم بها القياده العسكريه. يعني ربما تحدث الاستاذ عبد العزيز بانها من البديهيات، ليست حتى من الخطط العسكريه. كل هذا العجز العسكري، كل هذه الأخطاء، لم تتخذ الرئاسة أي موقف تجاه هذه الجريمة ولا سابقتها، لم يقال أحد، لم يقدم استقالته أحد، لم يتم التحقيق مع أي قيادة. ما الذي يحدث بالضبط؟ لماذا يعني تعبر هذه الأخطاء بكل هذه البساطة؟ بالضبط هذا ما نتساءل عنه ونطرحه منذ البداية. أنا بدأت حديثي بحديث بديهيات كمواطن لا يفقه في الامور العسكريه شيئا، وقلت ان الحرب منظومه، وان من هذه المنظومات هي الاستعدادات الامنيه والاستعدادات الاستخباراتيه، ومن ضمن ذلك هذه الاجراءات التي تحدث منها الاخ عبد العزيز. لكن يعني مع وجود التساؤلات حول لماذا تتكرر هذه الاخطاء وللمره السادسه، وتفضل بشرح عدد من الحوادث وهي كلها حوادث محقه، وكذلك قلنا ان الحوثي وان كانت لديه
المقدرة على تطوير قدراته الصاروخية وقدراته الاستهداف الجوية سواء بالصواريخ أو بالمسيرات أو بغيرها. فهذا أيضا يطرح سؤال، لماذا تقوم إيران بإيصال ما تريده من تطويرات إلى الحوثي المحاصر ولا تقوم بالمثل قوات ما يسمى التحالف؟ نحن لا نتجنى على السعودية ولا على الإمارات في طرح هذا الافتراض، يعني هنالك عدم تبني من قبل الميليشيا الحوثية، وهذا يطرح بالعقل وبالمنطق أن يفتح المجال لاحتمالات أخرى. السعودية والإمارات ليست يعني لدينا سوابق معهما، لدينا سوابق من شرورة، وأول من قصف الجيش، أول قصف لتجمع الجيش الوطني وأول نوال الجيش الوطني كانت على الحدود السعودية وبطائرات إماراتية. فالمسألة ليست لا رومانسية ولا انفعال على الفاضي، المسألة هنالك تاريخ قذر من التعامل من هذا التحالف ضد الجيش الوطني وتشكيلاته الوطنية الخارجة عن النص والأجندات المطلوبة للتحالف، والتي يعني تنحو إلى السمع والطاعة باتجاه الملشنة. أما التساؤلات الأخرى فهي تساؤلات قائمة، ونحن يعني نؤيد كل من يطرحها. لماذا تتكرر هذه المآسي؟ لماذا يتم تجميع الجنود؟ لماذا تقام العروض العسكرية المرة تلو الأخرى وتستهدف؟ لماذا لا يحاسب أحد؟ لماذا لا يقال أحد؟ لماذا لا يستقيل أحد؟ لماذا لا يتمتع أحد في المستويات العسكرية العليا في الجيش الوطني بالشرف ونبل العسكرية والشرف الإنساني بتحمل المسؤولية والاستقالة حتى لو لم يكن له دور مباشر؟ أقصد من أولئك الذين تقع هذه الأمور تحت مسؤوليتهم، سواء كان رئيس أركان، سواء كان وزير دفاع، سواء كان مفتش عام، سواء كان قائد هذا اللواء، أو المستويات الموازية لهذه المستويات القيادية. من العار أن تتكرر هذه المسؤولية، هذه المآسي دون مسؤولية. من العار أن يكتفي عبد ربه ومنصور هادي وعلي محسن الأحمر بالاتصال كأنهما ناشطان من الخارج يتصلان، يعني الأخبار تقول وقد اتصل للسؤال عن يعني ما هذه المهزلة؟ إلى متى سيظل كل الإجراء الذي يقوم به هادي وعلي محسن وحتى وزير الدفاع الذي ذهب لافتتاح قاعدة وظهره مفتوح؟ من العار هذا الاستهتار وهذا الاستعراض الأجوف، بينما نحن بحاجة كل قرش من هذه التي تبدد في السفريات والتي يبددونها لأبنائهم على الأقل في جراح في معالجة جراح الناس. ما حدث أيضا ليس فقط جريمة في اتجاه تجميع الناس كما تفضل الأخ عبد العزيز، لكن أيضا جريمة أخرى في عدم الجاهزية الطبية من الخدمات العسكرية. هنالك مستشفى واحد في مأرب يستقبل المدنيين والعسكريين ويستقبل القادمين من الأرياف ويستقبل كل الناس، مستشفى واحد، بينما سيارات موكب واحد من وزير الدفاع أو عزيز الصغير أو صغير عزيز أو مدري اسمه والآخرين كانت كافية بفتح مستشفى آخر لعلاج الناس الذين يضحون والذين لا يستلمون حتى رواتبهم والذين ابتزازهم حتى يعني بدمائهم لاستلام رواتب. نعم، إذا أستاذ عبد الله اسمح لي فقط أن أعود للأستاذ عبد العزيز الهداشي. أستاذ عبد العزيز، يعني ربما من يسقط في الاستهدافات صاروا أكثر ممن يسقط في الجبهات، والقيادة الشرعية ورئاسة الجمهورية تكتفي فقط ببيانات العزاء. كونك خبير عسكري، ما الذي يفترض أن تقوم به القيادة العسكرية إثر كل استهداف، يعني على الأقل ليشعر هؤلاء الجنود بأن لديهم قيادة عسكرية حقيقية تهتم وتعني بهم؟ أولا عدم متاحة الفرصة للاستهداف مرة أخرى. أولا الحوثي أو حتى الإمارات ممكن أن تستهدف أي تجمع للجيش، عدم وتوقيف ووقف التجمعات حتى لو فيها حصص تدريبية ممكن يدربهم بعيد عن المعسكرات، إخراج كافة القوات والأسلحة من المعسكرات وتفريقها حتى في إطار المعسكر نفسه، المعسكر هو عادة مساحة كبيرة، عدم تجميع العساكر في مكان واحد. ثانيا سرعة معالجة الجرحى. ثالثا سرعة تعويض الشهداء ولا شيء يعوضهم لكن كإجراء. لكن أختي الكريمة كنت أتمنى أن تعيدوا جميع الحلقات التي شاركت معكم، نحذرنا ونبهنا من هذه الأشياء بشكل مبكر. واحد، أولا قلنا في حلقة من الحلقات
انه على الجيش الوطني ان يبحث عن مصادر ثابته لتموينه، اذا وقفت السعوديه او الامارات او دول الخليج الدعم يكون هناك مصدر بديل. ثانيا البحث عن اسلحه حتى بدون رضا التحالف. هل سيقبل التحالف بذلك استاذ عبد العزيز؟ تعلم انه البيان العزاء لا يصدر الا بموافقه التحالف، هل سيقبل بهذه الامور التي تتحدث عنها؟ مثل الحوثي، الحوثي بيهرب، والسوق السوداء موجوده، والصومال التي على بعد كم كيلو من المياه اليمنيه موجود فيها السلاح، الذي عاود السلاح من السلاح الصواريخ الحراريه، اي سلاح عاود في السوق السوداء على مستوى العالم يوصلوا ويهربوا مثل ما الحوثي بيهرب من البحر يهربوا، بس توجد الاراده. اذا رفض التحالف او عاق التحالف عمليه التسليح يجب ان تتكلم الدوله، يجب ان يخاطبهم رئيس الجمهوريه او نائب رئيس الجمهوريه، يخاطبهم ند لند، مش عاوزينكم. ثالث حاجه او رابع حاجه، بعد كل حادث يفترض ان احنا ننتقم، الانتقام باستهداف معسكرات الحوثي وليس المدن. بلاش الانتقام، ما فيش معنى صواريخ، نحرك الجبهات وتحريك قوي ونحذر الطيران ونحذر التحالف. نعم، هذا ما يتم الحديث عنه في البيانات استاذ عبد العزيز، ولكن في واقع الامر لا يحدث شيء، يعني ربما استمعت اليوم لخطاب المتحدث باسم الجيش يعني وسنلقن الحوثي الدروس وسنقوم وسنفعل و ولكن حقيقة يعني لا يحدث شيء. أنا أتكلم حتى لا يشعر ذوي الشهداء أنه خذلت دماء أبنائهم. يجب تحريك، على سبيل المثال أنا ضد تحريك جبهتنا من المناوشة، وجبهتنا من الخطأ تحريكها الآن، لأن الحوثي وخلى من عام 2015 وهو يلغم ويحفر الخنادق ويعمل انساك دفاعيه. يجب البحث عن جبهه بديله، الجبهه البديله هي جبهه المصلوب من الغيل، المصلوب ارحب مباشره وهي طريق اسهل، وحركه العربات اسهل فيها. بلاش الجبهه هذه لقد الحوثي من الصعب اختراقها، الان اصبحت درع حصين للحوثي. يجب البحث عن، لكن بدل ان تتجه القوات في الجو، بدل ان تتجه غربا باتجاه المصلوب والمطمة وأرحب، اتجهت شمالا لتحرر صحاري فاضية خالية. راحوا استهلكوا ثلث الجيش في مديرية خبو الشعب وهي عبارة عن صحراء، وإن سيطر عليها الجيش الوطني ليس لها أي أهمية استراتيجية، وإنما اتجهوا للسيطرة على منفذ البق حتى يتاجروا في المنفذ، وحتى تكون لهم عائدات من هذا المنفذ. الاتجاه غربا من الجو المصلوب المطمة لتحريرهم والوصول إلى مشارف عمران ومشارف الرحاب وتطويق العاصمة من الشمال. أما جبهتنا الاتجاه منها الآن هو يعتبر انتحار عسكري، كون الحوثي عمل أنساك دفاعية قوية جدا ما بين أنفاق، ما بين متفجرات، ما بين ألغام، ما بين سواتر ترابية، ما بين خدع عسكرية فيها. فالتوجه من جبهتنا خطا، يجب ان يتوجهوا من الجو باتجاه صنعاء وباتجاه عمران. تحريك الجبهه، الغاء اتفاق ستوكهولم وتحريك جبهه الحديده، احنا دخلنا الان لدينا قيادات رومانسيه لا تفهم ولا تفقه في الحروب، كل ما يعنيهم سبق ان ذكرت لكم اختي الكريمه ان هناك تم تعيين قائد لواء عسكري، عدد افراد اللواء هذا هو نفس القائد وهو اللواء الاول مدفعيه. نعم. سبق ان عينوا اطفال قيادات سالويه ولانهم ابناء وجهاء من مناطق معينه، وهؤلاء هم ابناء مشايخ قبائلهم تقاتل مع الحوثي ووصلوا الى مارب وجبنا لهم مجندين من المحافظات الوسطى. يجب ان تعطى الكفاءه العسكريه والقياده العسكريه لذويها. علي محسن الأحمر والمقدشي كانوا كارثة بكل ما تعني الكلمة على الجيش، مناطقيين يؤيدون من أبناء مناطقهم ومن أبناء المشايخ الذين لا يفقهون في العلوم العسكرية شيئا. نعم. تحدث أستاذ عبد العزيز حول أهمية تحريك هذه الجبهات، وأريد أن أسألك ما مخاطر يعني استمرار هذا التوقف وعدم تحريك الجبهات المهمة التي ذكرتها أنت، وأيضا إذعان الحكومة للتحالف بمسألة تحريك هذه الجبهات؟
الحكومه لو عندما وقفوا جبهه نهمه اول مره لو خرق لو خرق لو خرق لو كان هناك رجال دوله وكانوا قالوا للتحالف لن نتحرك من اي مكان الا باتجاه صنعاء وبالاذكار فرض الاجنده، ولن تتحرك جبهه صعدة او جبهه الحدود الا بتحرك جبهتنا. لكن القيادات هي قيادات اشبه بالمرتزقه، والمرتزقه يمكن اكرم واعز وافضل منهم واشرف منهم. ماذا قدمت هذه القيادات؟ من بالله عليك المقدشير يحضر افتتاح قاعده عسكريه، الا يخجل من نفسه ان ما فيش معاه جيشه رواتب لهم 8 شهور بدون رواتب، ويروح يحضر افتتاح قاعده عسكريه بالبدلات السفر الذي استهلك المقدشي كان بالامكان عمل مستشفى ميداني لمعالجه هؤلاء الجرحى، كان بالامكان شراء اسلحه واسلحه من السوق السوداء، والاسلحه هذه متوفره ويشتريها الحوثي وغير الحوثي، ليست ايران الداعم الوحيد للحوثي. من يريد ان يشتري السلاح السوق الدوليه مفتوحه، دول اوروبا الشرقيه مفتوحه لبيع السلاح من السوق السوداء. نعم. واذا رفض التحالف العربي يطلع رئيس الجمهوريه او نائبه او وزير الدفاع يتكلم يقول التحالف ما لنا من التسلح. نعم ويتم اقالته بعد ذلك كما حدث مع سابقيه، ولكن على الاقل عليه ان يظهر بمظهر الوطني، وللاسف الشديد ربما لا يوجد من هؤلاء كثيرا. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وعوده لك استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، تحدث الاستاذ عبد العزيز عن مساله مهمه وهي استمرار تحريك الجبهات، يعني وذكر العديد من الجبهات ربما ابرزها المصلوب ارحب، ولكن للأسف الشديد يبدو أن الحكومة مذعنة تماما للتحالف ولقرارات التحالف. إلى أين يمكن أن نصل بهذا الشكل؟ يبدو أننا نريد أن نحرك عبد رب منصور هذه قبل أي جبهة، وعلي محسن الأحمر. هؤلاء من يجب أن يتحركوا وأن يتزحزحوا تجاه الخيارات الوطنية، وأن تعاد بوصلتهم يعني للاحساس بمهمتهم التي يفترض انها يعني هم تسنموا هذه المناصب للقيام بها او التمتع ببعض الشرف والرجوله، وتعيين قيادات بالداخل نقل سلطاتها اليهم وترك هذه القياده بالداخل لتقوم بالمهمه. من الواضح اختي العزيزه لنا جميعا كيمنيين ساعين الى استعاده الجمهوريه اليمنيه أن التحالف العربي أصبح عبئا وأصبح قيدا وأصبح وجوده مجرد عبء نتحمله نحن، لا فضل لهم به، وكل ومن الأفضل لنا وكل الخيارات تقول أنه يجب التخلص من هذا التحالف وإنهاء الشراكة معه على الإطلاق، مستهدف بكل الأسلحة من الأمام ومن الخلف برضا التحالف، مستهدف من قبل الحوثي برضا التحالف. إذن يعني يمنع عنا السلاح كما تفضلتم باثناء نقاشكم مع الاخ عبد العزيز حول من اين مصادر السلاح. يعني اصبحنا يعني نتحدث عن بديهيات يعني يكذب التحالف ويتبجح انه يوفرها لنا كيمنيين. يجب هذا الامر ان يطرح بكل وضوح للشعب اليمني، لم يعد هناك تحالف، ويجب ان ننهي هذه الشراكه والخطا الاستراتيجي بالتعامل مع السعوديه ومع الامارات، وإن هذا التحالف يجب أن يتمتع عبد ربه منصور هادي ببعض الرجولة، واسمحوا لي على هذا التعبير القاسي لكن هذه هي الحقيقة، وأن يقوم بتنفيذ صلاحياته وتعيين مسؤول آخر في الداخل ينقل له صلاحياته ويظل هو رهينا في الرياض، لأنه واضح أنهم أصبحوا رهائن ومساجين تحت إمرة محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن الذي يحرك الأمور سياسيا هو. وتنازل عبد ربه منصور هادي من قبل ذلك بصلاحيات العسكريه الفهد بن تركي او تركي بن فهد او لا ادري ما اسمه، والصلاحيات الاقتصاديه الخاصه يعني يديرها العيسى واولاده. يعني يفترض ان يحترم هذا الرجل نفسه وهو في الرمق الاخير من الحياه. ما الذي ينتظره واحد مثل علي محسن؟ ما الذي يخاف عليه واحد مثل علي محسن من ان يطرح الامور كما هي ويصارح هذا الشعب باننا فشلنا واننا يعني اورثناكم المهالك واوصلناكم الى يد الاعداء الاقليميين كما اوصلناكم من قبل الى يد الاعداء المحليين المتمثلين بالحوثيين. يجب ان يتم هناك ان تتم هناك مفاصله حقيقيه ان يصارح هذا الشعب انه ليس لك الا
ظفرك لحك جلدك، وسيجد الشعب طريقه. وكما تحدث يعني سيشتري الناس الأسلحة من هؤلاء القادة الفاسدين أنفسهم قبل البحث عنه. نعم بطبيعة الحال، شكرا. يعني نتمنى أن يحدث ذلك أستاذ عبد الله، أن تنتبه هذه القيادات لاحتياجات الجيش ولرغبات الشعب قبل أن يبحث له عن طرق أخرى. شكرا جزيلا لك الإعلامي عبد الله الحرازي، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. كما هو شكري لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.